صباح الخير يا شباب، في أي سؤال؟ طيب، المرة الماضية خلصنا الانفلتريشن، واليوم بدنا نحكي على الايفابوريشن. طبعا لما نحكي عن الايفابوريشن، الايفابوريشن هو عبارة عن بروسيس باي ويتش ووتر از ترانسفيرد. حكينا انه منحكيش عن بس عملية تحول الماء from liquid to gas or to vapor، بس كمان عملية transfer. مشان هيك لما in order for evaporation to take place there are two processes that should happen. واحد specific quantity of heat should be available ولا لا؟ إذا أول process اللي هي ال heat should be available must be absorbed to break the hydrogen bonds between water molecules at the surface and those in the body. إذا أول إشي مشان نكسر هالروابط وتتحول ل vapor. Two, transporting. شباب، إذا ما نحكيش بس عن عملية heat، كمان في عنا mass transfer بجوز. إذا وكأنه we're talking about two processes. Heat transfer و mass transfer. تمام؟ يعني اذا بدنا نتطلع اكثر، اذا عم اذا هذا سطح مائي صح، around the surface بجوز نسميها tea water او temperature للمية، بس بجوز بعد هاي الطبقة في عندنا temperature للاير او للاتموسفير. في فرق؟ اكيد في فرق. تمام، وبالتالي هذا الفرق شباب كمان بيعمل فرق ما بين بجوز هاي الطبقة الفيبر بريشر عندها بجوز يكون ساتوريتد ولا لا. تمام، بمعنى سطح المية هون جوز الطبقة الملامسة مباشرة لإله الفيبر بريشر عندها اي ساتوريتد. تمام، طبعا لما بنحكي على ساتوريتد فيبر بريشر شو قصدنا؟ قصدنا انه هو الفيبر بريشر اللي عنده في ساتوريشن ات ا جيفن تمبريتشر. يعني لما باجي بقول انا الفيبر بريشر لهاي الكتله الهوائيه از ات ساتوريشن، قصدي ات ذس تمبريتشر. بجوز على تمبريتشر ثانيه ببطل يصير ساتوريتد فيبر بريشر، بصير فيبر بريشر. هل راح نشوف الكيرف اكثر. وبالتالي بجوز لما بنحكي على ساتوريشن، وهنا بنحكي عن اكتوال فيبر بريشر، اقل من الساتوريشن حتما ولا لا؟ صح، فبده يصير في عمليه ايش؟ هروب، اسكيب لا الووتر موليكولز او الفيبر موليكولز من الطبقه الملامسه لا الطبقات الثانيه. ماشي شباب؟ The molecules at the surface are attracted to those in the body of the liquid by hydrogen bonds. مش هيك في البداية بتكون؟ بعدين some of the molecules have sufficient energy to sever the bonds and enter the air. إذا عندها sufficient energy إنها شو تعمل؟ تطلع من هال surface هذا وتروح له لا الهواء. The rate of evaporation. احنا حكينا evaporate، حكينا لما حكينا infiltration حكينا بجوز infiltration capacity rate ولا لا؟ هيك شباب. لما حكينا rainfall حكينا intensity of rainfall rate، وكمان لما نحكي evaporation وبعد شوي لما ندخل على evapotranspiration كمان بدنا نحكي rate. وهذا الريت شو بيساوي؟ is the rate at which molecules move from the saturated surface layer into the air above. إذا مش بس عملية الهيت ترانسفير وكمان عنا ماس ترانسفير. This rate is proportional. قديش how much هالكتلة الهوائية اللي هي موجودة على vapor pressure معين لنقل EA actual vapor pressure. How much
هاي الكتلة الهوائية is able to absorb more. قديش بتقدر تاخد فيبر كمان؟ مش هيك؟ تتوصل للساتوريشن. وكأنه عم نحكي انه بجوز ES الساتوريتد فيبر بريشر ماينس EA الاكتوال فيبر بريشر هي الماس اللي بتقدر اي كتلة هوائية بوتنشالي انها ايش تأبزورب. This rate is proportional to the difference between the saturation vapor pressure ES of the surface layer and the actual vapor pressure of the overlaying layer EA. تمام؟ اذا لما نقول ES minus EA كأننا عم نحكي شباب عن ماس. هذا هو البوتنشال ماس. اكثر ماس هاي الاير ماس از ايبل تو ابزورب. وبالتالي اول معادله بجوز او اول كونسبت اول كونسبت لا انه الواحد يحسب الايفابوريشن اللي هو دالتونز لو. دالتونز ايش حكى؟ قال انه الايفابوريشن ايكوال سم كونستانت تايمز اي اي دبليو اور اي اس ماينس اي اي. تمام؟ بس هذا الكونستانت بجوز مش سهل ولا لا؟ يعني هالمعادله بشكلها هذا بسيطه جدا لانه there are many factors that affect evaporation. وكأنه عم نحكي انه هالكونستانت هذا ماله ماخد كل الفاكتورز هاي يعني within. تمام؟ مشان هيك عم نحكي عن دالتونز لو بس بناء على دالتونز لو based على دالتونز لو there are many empirical formulas that were developed based على دالتونز لو. ايش الكونسبت تبع دالتون؟ الكونسبت تبع دالتون انه الماس that can be potentially absorbed by any air mass باي كتلة هوائية هو عبارة عن the difference between saturated vapor pressure and the actual vapor pressure of that air mass. واضحة شباب؟ اوكي طيب. Evaporation continues till E-saturation equal actual vapor pressure. ماشي لهلأ؟ طيب. في عوامل تاني بتأثر على الإيفابوريشن. يعني احنا قلنا لهلأ الفيبر بريشر. تمام؟ رح نحكي فيه أكتر شوي. فيبر بريشر اللي هو ضغط الجو أو ضغط البخار. في عوامل تانية. What would affect evaporation? Wind speed. زميلنا قال الwind speed. صح؟ بجوز كل ما زاد الwind speed الevaporation خلينا نظبط حالنا نقول الevaporation rate بيزيد. صح؟ أنا مش ضامن الevaporation يزيد. أنا ضامن البوتنشال حتى evaporation rate يزيد. ولا لا شباب؟ صح؟ لأنه بجوز ما فيش moisture. وبالتالي بجوز ما فيش evaporation بس البوتنشال evaporation rate بزيد. temperature يعني كل ما زادت درجة الحرارة شو بصير بالevaporation rate بزيد. صح؟ لأنه temperature هي الهيت. لا أحسنت. temperature مش الهيت بس هي بجوز indication إنه في heat available ولا لا. وين السورس of energy الإيفابوريشن؟ الراديشن من الصن. صح. التمبريتشر إنديكيشن صديقي. تمام؟ فبالتالي بنعتبره the rate of evaporation increases with an increase in the water and air temperature. تمام؟ يعني هدول بس هيك نراجعهم مع بعض بسرعة. زميلنا قال الويند. Wind aids in removing the evaporated water vapor from the zone of evaporation. لوين؟ and consequently creates a greater scope for evaporation. مش بدها لما
تسحب الكتلة الهوائية، مش اجى هواء مش موصول مش واصل للساتوريشن، وبالتالي بصير عندي بتجدد عندي. ومشان هيك لما بنحكي على evaporation بنحكي على continuous process. Atmospheric pressure زي ما حكيته. A decrease in the barometric pressure as in high altitudes. في المناطق المرتفعة increases evaporation. إذن كل ما قل الفيبر بريشر ولا لا؟ صح شباب؟ كل ما قل الفيبر بريشر أو كل ما قل الاتموسفيريك بريشر الإيفابوريشن ماله؟ بقل؟ أنا بفكر إنه المفروض كل ما قل الفيبر بريشر كل ما ارتفعنا لفوق شباب، صح؟ معناته الضغط ماله قل، وبالتالي بجوز الهيت أو الانرجي نيدد تفري هدول الموليكيولز بصير أقل، وبالتالي الإيفابوريشن ريت بزيد. عامل كتير مهم الووتر كواليتي السوليبل سويلز سولتس آسف مهم يا شباب. يعني لو جبنا ديستلد ووتر وجبنا ووتر فيها أملاح، ديستلد ووتر الإيفابوريشن ريت بيكون فيها لأنه الانرجي نيدد تفري الموليكيولز بتكون أقل من لما يكون في سولت. A good example أنا بعرفه اللي هو إذا أخذنا البحر الميت الديد سي. يعني when we were measuring الإيفابوريشن ريت per day from distilled water let's say كانت مثلا 10 مليمتر بير اور بير داي من السولت ووتر سبيسيفيك جرافيتي تقريبا 1.25 كنا نقيس 2 مليمتر او 3 مليمتر. ومشان هيك اصلا this is what is saving the remaining part of the Dead Sea. لانه كل ما نزل منسوب البحر الميت شو بصير بتركيز الاملاح؟ صح، وبالتالي الايفابوريشن ريت بقل. طبعا زائد انه السيرفيس اريا بتقل، وبالتالي التوتال ايفابوريشن بقل. واضح شباب؟ طيب تمبريتشر زي ما تفضلتوا الويند اكسبوز سيرفيس اريا، اكسبوز سيرفيس اريا ما بتزيد ولا بتقلل الريت، بس بتجوز بتزيد ايش التوتال كوانتيتي الفوليوم اوف ايفابوريشن. مظبوط. الهيوميديتي ايش يعني؟ هيوميديتي ايش يعني؟ رطوبة. يعني بنسمع بالاخبار بقول لي والله هيوميديتي او الريلاتيف هيوميديتي اليوم 60% او 70%. شباب ايش يعني هيوميديتي؟ الها قانون بتساوي اشي؟ ايش بتساوي الهيوميديتي؟ بالبريشر ولا بالفيبر بريشر قصدك؟ شباب الهيوميديتي احنا عادة نتعامل مع اشي بنسميه ريلاتيف هيوميديتي. وبنرمز لها اتش. هذه كتير مهمة، هلا راح تشوف ليش. ريلاتيف هيوميديتي بتساوي الاكتوال فيبريشر ديفايدد باي ساتوريتد فيبريشر. مهمات هدول لإلنا الإيفابوريشن كتير مهمات. إذن لما واحد يقول لي 50% relative humidity قصده يحكي لي إنه الأكتوال vapor pressure is 50% of saturated vapor pressure. تمام. الترم اللي بحب أنا دائما أحطه جنب هذا اللي بنسميه saturation deficit. ايش يعني الديفيسيت شباب؟ ديفيسيت ايش معناها؟ نقص، مش هيك؟ اذا ساتوريشن ديفيسيت تتوقع شو بتساوي صديقي؟ صح؟ واللي هي الماس اللي بدنا اياها؟ اللي هي الماس البوتنشال اللي بتقدر اي اير ماس تاخدها؟ واضح شباب؟ اذا لما بنحكي هيوميديتي بتساوي اي اي ديفايدد باي ES.
كيف بدنا نحسب الايفابوريشن؟ مشان نحسب الايفابوريشن في عندنا ثلاث طرق، three main concepts. واحد using evaporimeter data، اذا اما من data available ولا لا، صح. اثنين، وهذه اللي بجوز كتير بنستخدمها وراح نركز عليها، اللي هي الامبيريكال ايفابوريشن equations، تمام، اللي بجوز معظمها مبني على دالت كونسبت. احسنت. ثلاثة شباب، analytical methods. مشكلة الاناليتيكال ميثودز راح تشوفوا انه فيها بارامترز كتير، فيها بارامترز كتيرة لدرجة انه بجوز مش موجودة عندك هاي البارامترز، وبالتالي استخدام هدول الاناليتيكال ميثودز. ايش يعني اناليتيكال؟ ايش يعني؟ يعني equation، تمام؟ صح؟ ومشان هيك الاناليتيكال ميثودز كلهم، كل عشرات الاناليتيكال مبنيات على ايش؟ خلينا نركز عليهم هدول شباب، لانه عتو كونسبتس، اما ماس ترانسفير او هيت ترانسفير، تمام. بس لما بدك تيجي تعمل هيت بالانس، لو بدنا نعمل هيت بالانس الان لمنطقه، راح تلاقي في كتير كومبوننتس في معظم مناطق العالم بجوز از نوت افيلبل. يعني طب اجى راديشن من الصن، في جزء منه ماله، كل الراديشن رح يوصل، جزء ينعكس في طبقات الجو، كيف بدك تقيسه؟ في اجهزه تقيسه، بس هالداتا مش دائما افيلبل بكل المناطق، حتما في بلادنا مش افيلبل، صح. حتى اللي انعكس، حتى اللي وصل لسطح الارض قديش صار منه ابزوربشن لا من الارض، قديش استخدم في الايفابوريشن، قديش منه انعكس نتيجه بجوز التوبوغرافي تبعت الارض. فكل هدول لو بدي افكر بالاناليتيكال سوليوشنز بجوز بصفي ايش بس رح نتطلع عليهم، ماشي. اذا اما عندنا ميجرمنتس، شباب، او امبيريكال فورمولاز او اناليتيكال فورمولاز. الميجرمنتس ايش بنستخدم؟ وعاء أوعية، تمام. هذا اللي صورته قدامكم اسمه كلاس A evaporation pan، اسمه كلاس A evaporation pan. إذن أنا لو بدي أقيس التبخر في منطقة معينة باجي بجيب pan زي هيك، شباب، وإيش بعمل؟ بجوز بعبيه بالمي لليفل معين، مظبوط، وبصير أخذ إيش؟ قياسات على فترات زمنية مشان احسب ريت، تمام. طبعا ما بقدر اجيب اي بان، بعد شوي رح نشوف السبب. يعني هذا البان لما بنسميه كلاس A، يعني هذا له ابعاد وله مواصفات؟ الجواب يس، الجواب يس. حدا بيعرف ليش بجوز؟ منيح، بس بقدر مثلا انا اروح اجيب جنبه اي سلندر تاني واحطه، بقدر؟ بيعتمد الريت على مساحه السطح، الكوانتيتي، بس انا مش انا بدي اقيس ريت، مزبوط. احنا راح نشوف السبب، بس بلكي حدا هيك يعني، مزبوط، يعني قصدك انه نوع الماده هون لو جبناهم من طب لو جبنا نفس النوع. هي الفكرة اللي بحكي زميلنا، الفكرة اللي بدنا إياها إنه نسأل السؤال بطريقة تانية، تتوقع الإيفابوريشن من البان يكون نفسه الأكتوال إيفابوريشن من بحيرة جنب البان؟ أكيد لا. طب ليه أكيد لا؟ بس كم بس طول بالك، خلينا نرجع لمساحة السطح. مساحة السطح عم نحكي عن ريت، تمام؟ العمق نفسه متغير، بس شو دخل ولا إله دخل؟ هو إله دخل مساحة السطح والعمق، بس مش بالطريقة اللي عم نحكي فيها. قصدك تقول بجوز إنه الباوندري كونديشن، هالكتلة المي اللي موجودة بهذا الوعاء، إيش الباوندري كونديشن إلها؟ شو حدودها؟ حديد؟
ولا لا شباب؟ صح؟ بجوز امتصاصه للحرارة بيختلف عن امتصاص الاكتوال، لانه بالاكتوال اذا اخذت نفس الحجم شو الباوندري كونديشن لإله؟ ووتر. امتصاصها نفس بالك نفس الحديد، حتى بجوز اللون تبع الحديد اذا اختلف يختلف. ولا لا شباب؟ مشان هيك لما بنقول اي بان يعني كانه بدنا نحكي عن كوفيشنت، كانه بدنا نحكي عن بان كوفيشنت. بدنا نقول الاي بان، الاي بان لهم كوفيشنت ليتس سي 0.7. شو معنى اي بان لها كوفيشنت 0.7؟ معناته الاكتوال ايفابوريشن ديفايدد باي البان ايفابوريشن بتساوي 0.7. فاذا اف اي ميجر 10 مليمتر بهذا البان معناته بجوز الاكتوال ايفابوريشن 7 مليمتر. واضحه ليش شباب الفكره؟ هلا بنرجع لها، بس الفكره انه اذا بدك تستخدم اي نوع من انواع البانز فاين، بس اعطيني ايش الكوفيشنت. تمام. اكثر شيء مستخدم هدول الاي بان، بان ايفابوريشن از ا ميجرمنت ذات كومباينز ذا افكتس اوف سيفرال كلايمت اليمنتس. شوف هذه النقطه كمان مهمه، لما انا بحكي عن بان كوفيشنت، طيب بلكي في رين فول، يعني اذا بالفتره الزمنيه اللي انا اخذت فيها قياس، افرض تركت هالبان يوم ومطرت، صح؟ في جهاز ثاني بقيس الرين فول ولا لا؟ صح؟ فانا عارف الرين فول اللي نزل اتليست از ديب، صح؟ فالاصل شو اعمل؟ اطرح ولا لا شباب؟ ولا ازيده؟ اطرحه. يعني لو جينا انا وياك خلينا لستيك ان اكزامبل، اخذنا وان دي، اليوم صار عندي رين فول 10 مليمتر، تمام؟ وانا جيت ثاني يوم واي ميجرد 2 مليمتر ديفرنس بالاي بان، معناته قديش الايفابوريشن؟ 2؟ لا بدك تشوف ولا 12؟ صح. لو فيش رين فول، لو فيش رين فول قديش كانت راح تكون الميجرمنت؟ بضلوا 2. لو انت جيت بعد 1 داي شباب قرات ايفابوريشن ديبث 2 مليمتر وكان في هداك اليوم ماطره 10 مليمتر، معناته انا بفكر الايفابوريشن 12 مليمتر. لا لو فيش رين فول، لو ما في رين فول انا بفكر كنت رح تقرا 12، مش اجى 10 من الرين فول، مش اجى 10 من الرين فول. تمام. فانت لما قست 2 معناته صاير ايفابوريشن لايش؟ ل 12 لل 10 و 2. لا مزبوط شباب، مش كثير واضحه. بس هلا بنرجع لهي النقطة، هلا في رسمة بتوضحها، بس الفكرة ذا بان بس عم بورجينا انه له مواصفات ايش؟ ثابتة، له مواصفات ثابتة، تشين لينك فينس، حتى لدرجة انه قديش ارتفاع الخشبة، الهاي اوف الهايت تبعت الخشبة اللي بدك تحط عليها هذه البان، اللي هي 1 فوت اظن او 2 انشز، 2 انشز ستاندرد. اوكي. فالاي بان ايفابوريشن از ميجر ديلي از ذا ديبث اوف ووتر ان انشز ايفابوريتس فروم ذا بان. اذا يوجوالي بنقيس الايفابوريشن اون ديلي بيسس. ذا ميجرمنت دي بيجنز وذ ذا بان فيلد تو اكزاكتلي 2 انشز. اذا ارتفاع الميه في البان بيكون 2 انشز. هلا اذا بعمله 4 له تاثير؟ له تاثير. تمام. مشان هيك لازم اعمله 2 inches from the pan top at the end
of 24 hours the amount of water to refill the pan to exactly 2 inches from its top is measured. مش انا لما بضيف بدي اضيف كميه ولا لا؟ صح مزبوط. يعني بشيء مدرج بغض النظر ايش هو شيء 100 مل 200 مل اللي بدك اياه. تمام. فلما بضيف هاي الكميه عرفت الفوليوم صح، قسمت على المساحه السطحيه فمعناته بقدر احسب دبث. طب ليه ما نحط مصدر؟ ممكن بس بجوز الايرور لما انا بقسم على المساحه السطحيه بجوز بيصير الاماونت اوف ايرور ماله اقل. يعني اذا بنحكي عن مصدر اقل تدريج الها 1 ملم مزبوط، فمعناته في عندنا بسبب الايرور بلس ماينس 0.5 ملم اصلا بالمصدر. تمام. بس اذا جيت ضفت هاي الكميه قسمت بجوز على المساحه السطحيه بجوز اخضر نتيجة الحسابات ال 0.1 ملم وال 0.2 ملم اني ايش اطلع. واضح شباب؟ طيب على فرض انه قسمنا على المساحة كان عندي نزل هذا المنسوب او لما حسبت ماينس 0.5 نزل ماينس طلع evaporation minus 0.5 صح؟ وأنا ضفت ترجعته للزيرو، الأصل إني ضفت بمقدار ال 0.5 مش هيك؟ فminus evaporation بلس اللي ضفته مش رجعت للأصل معناته زيرو ولا لا؟ وبالتالي ال evaporation هو اللي ضفته. فإذا ضفت نص سنتي معناته ال evaporation نص سنتي. بس اذا عندنا بريسبيتيشن 1.2 let's say اوكي وانا ضفت اشي ضفت 0.7 ضفت 0.7 ترجع لوين؟ للزيرو صح. طب اذا بدي اعمل ماس بالانس ايش ال ان؟ 0.7 ال ان اللي هو اللي ضفته وال 1.2 مش بنقدر نعمل ووتر بالانس حبايبي صح؟ مزبوط. وايش اللي طلع؟ evaporation اعطينا ماينس انا رجعت لنفس الوضع معناته الستورج او الان بيساوي الاوت ولا لا؟ صح؟ ايش اللي دخل؟ اللي دخل في هذا اليوم بريسبيتيشن 1.2 مش نزل على هذا الحوض 1.2 واللي ضفته بس طلع evaporation وبالتالي ماينس اي بلس اللي ضفته بلس البريسبيتيشن لازم يساوي زيرو ماينس اي بلس ايش ضفت انا؟ لازم تكون موجبة صح؟ بلس 0.7 بلس 0.7 صح؟ هذه مش صح الماينس بلس 1.2 يساوي زيرو صح؟ هنقولهم هناك معناته الايفابوريشن 0.5 صح الحكي؟ صح الحكي شباب؟ فيش جواب؟ انا بفكر الجواب لازم يكون 1.9 ولا لا؟ لو فيش ايفابوريشن شباب let's say ما فيش ايفابوريشن الشغله كتير بسيطه لو ما في ايفابوريشن كنت بالضبط في 1.9 مش انا جيت الصبح بعد ما مطرت 1.2 لقيتها ناقصه 0.7 ولا لا شباب وبالتالي لو ما اجل 1.2 معناته 1.9 بلاقيها ناقصه لا فكر انها بسيطة ابسط من هيك. الرين فول شباب مش 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 لو الرين فول نزل على البان
صح مزبوط ولا لا؟ بلاش جيت الصبح لقيتها على نفس ما تركتها مبارح. جيت الصبح لقيتها على نفس ما تركتها مبارح. الإيفابوريشن زيرو. في رينفول. تمام. لو في شيء لو جيت الصبح لقيتها على نفس الليبل وكان نزل رينفول 10 مليمتر. مزبوط. معناته أنا بقول معقول الإيفابوريشن زيرو؟ لا. الإيفابوريشن 10 مليمتر. طب إذا لقيتها ناقصة كمان 5. واضحة شباب؟ طيب. طب لو في انفلتريشن بضيفه بدي أضيفه؟ لا بدي أطرح. ولا لا؟ صح؟ الأصل إني أطرح شباب. يعني افرض عم بحكي عن طبقة مش بان. فيش رينفول. انسى الرينفول. وجيت بعد يوم قال لك صار انفلتريشن 10 مليمتر وانت لقيته ناقص 20 مليمتر. هل ال 20 مليمتر كلها ايفابوريشن؟ لا. في 10 راحت بالانفلتريشن. ايش بدي اضيفه؟ تمام. يعني بدي اطرح من ال 20 ولا لا؟ صح. وبالتالي الإيفابوريشن مش 20، الإيفابوريشن 10. مشان هيك زي ما تفضلتوا شباب في إشي اسمه بان كوفيشنت. في إشي اسمه بان كوفيشنت. طب ليه بيختلف الأكتوال إيفابوريشن عن البان إيفابوريشن؟ الإيفابوريشن بان هاف أليس هيت ستورج كاباسيتي ولا لا؟ تخيل نفس الكتلة المائية اللي في البان موجودة في البحيرة. صح؟ السراوندينجز في البحيرة إلها ستوريج، بتقدر تخزن هيت أكتر ولا لا؟ صح؟ مشان هيك حرارة البركة الساعة 12 الظهر بتبقى أكتر من حرارة البركة الصبح. من وين أجت هذه؟ خزنت هيت. صح؟ مظبوط. بس البان له نفس القدرة على التخزين؟ لا. أقل. فبالتالي الهيت معظمه بروح للكتلة المائية اللي موجودة في هالبان، وبالتالي الإيفابوريشن ريت للبان أحلى. lacking surface or ground water inputs or outputs. يعني هالبان محدد ولا لا؟ صح؟ فما في شيء inputs أو outputs من adjacent bodies. having sides exposed to the air and sun. جوانب البان معرضة للهواء ولا لا؟ وللرياء وللشمس. بس هالكتلة الكتلة الهوائية الكتلة المائية اللي موجودة في مسطح مائي جوانبها معرضة للشمس؟ معرضة للشمس؟ جوانب لا. أنا بفكر معرضة اللي بحيطها الكتلة المائية الثانية ولا لا؟ صح؟ أو إذا كانت على طرف البركة أو طرف البحيرة معرضة للجوانب بس مش للشمس. مشان هيك لعدة أسباب شباب حكيتوا الهايت، زميلتنا حكت الهايت of the pan affects the wind action. مظبوط؟ إذا اختلف الارتفاع. ليش قلنا 2 انش؟ لانه هيك هو هيك هم قاسوا البان كوفيشنت لهذه الخصائص. بدك تعمل بان تاني بس قل لي قديش الكوفيشنت لإله. مشان هيك شباب عملوا اشي بسموه بان كوفيشنت. الليك ايفابوريشن ديفايدد باي البان ايفابوريشن. Lake evaporation divided by the pan evaporation. مين منتوقع أكثر؟ البان evaporation. مشان هيك يا عمي البان coefficient الأصل إنه أقل من واحد. B الA pans بالA pans البان coefficient 0.7. يعني لما بنحكي على
لما بنحكي على evaporation من A pan 20 مليمتر معناته كأنه عم نحكي عن actual evaporation 14 مليمتر. واضح شباب؟ طبعا هذا إذا حكينا على direct measurements. مذكرين حكينا فيه ثلاث طرق: direct measurements, empirical equations وanalytical equations. صح؟ إذن الميجرمنتس السمري لإلها إنه there are different type of bands. أكتر واحدة بجوز مستخدمة عندنا اسمها A-band. A-band إلها standards معينة. الديامتر للبان، ارتفاع المية في البان، حتى لدرجة قديش ارتفاع الخشبات اللي محطوط عليها البان. هذه الستاندردز حسبوا إشي اسمه بان كوفيشنت، لقوا انه فور اي بان البان كوفيشنت قيمته 0.7. الطريقه الثانيه شباب اللي هي الامبيريكال فورمولاز. وراح تشوف انه الامبيريكال فورمولاز كلها بتعتمد على الدالتونز كونسبت. تمام، تعتمد على الدالتونز كونسبت. لاحظ كيف الشكل المعادله، الاي ايفابوريشن ريت، E evaporation rate، K constant. صح؟ ايش اهم two principles للإيفابوريشن؟ حكينا heat transfer ومس transfer. صح؟ معادلات الإيفابوريشن مش زي بجوز الإيفابوترانسبيريشن. إيفابوترانسبيريشن it considers both، بس الإيفابوريشن بجوز لو أطلع عليها بلاقي الماس ترانسفير هي اللي واضحة أكتر. صح؟ وين كلمة الماس بهاي المعادلة؟ وين الماس؟ ولا لا عمي؟ مش قلنا هذه هي البوتنشال ماس اللي ممكن هالكتلة الهوائية تاخدها؟ صح؟ وين الترانسفير؟ if a view اللي هو function of wind speed. U is the wind speed. تمام؟ فكأنه الكلمتين مترجمات بالمعادلة mass transfer. تمام؟ where EL is lake evaporation in millimeter per day. بقدر أعملها سنتيمتر per hour؟ لا، إذا لازم أطلع الجواب millimeter per day بعديها إذا بدي إياه. تمام؟ لأنه هاي المعادلة هذه empirical equation. اوعى اخطر شيء، never use an empirical equation without the units. ولا لا؟ شباب صديقي اليونتس لهدول السايدز موازنه؟ اكيد. انت رايك اكيد؟ ولا مره. الامبيريكال فورمولاز مش شرط انه تكون اليونتس هون نفس اليونتس هون. هذه فيبر بريشر، هاي بريشر، شو بريشر؟ باسكال، ملي بار، واتيفر، مزبوط؟ بريشر تايمز سبيد. ولا مرة بعطيك ملي متر بردي او ريت. صح؟ مشان هيك ايش كنا نحكيها دائما الامبيريكال ايكويشنز خطورة استخدامها انه يو شود يوز اليونتس تبعات المعادلة. مشان هيك never use empirical equations اللي يكون دائما بعد الإيكويشن where x y z، لأنه ما بعرف. إذن الـ EL هاي in millimeter per day. EW إيش هي؟ أو اللي إحنا بجوز حابين نسميها ES saturated vapor pressure. صح، at the water surface temperature. لأن راح نشوف الحصة الجاي إنه الإي إس فانكشن من إيش بالك؟ ولا ثابتة؟ لا. الساتوريتد فيبر بريشر إس فانكشن أوف تمبريتشر. ذا إنكريز، أي إنكريز إن تمبريتشر؟ بزيد. شو بعمل في الساتوريتد فيبر بريشر؟ بزيدها. ولا لا؟ ليه؟ أت هاير تمبريتشرز الساتوريتد فيبر بريشر أكتر. ليه؟ أنا بفكر ببساطة لأنه الموليكيولز at higher temperature شو بصير بينها؟
تتباعد وبالتالي بصير في مجال أكثر للمويتشر ولا لا؟ صح. EA actual vapor pressure of overlying air at a specified height in millimeter of mercury. اوف مليمتر بيركري وحدة بريشر. احنا تبعين الهيد مزبوط. اذا هاي بقدر اعوضها من اللي بار؟ لا. بكرة بعد الجدار قد توجدها بالملي بار. الاصل الملي بار شو احولها لمليمتر اتش جي. if view is wind speed correction function. هلا رح تلاقي ماني امبيريكال فورمولاز كل واحدة شو بتختلف عن الثانية؟ انه الاف فيو مالها مختلفة. بجوز هون الكونستانت 0.07 هناك 0.072 تمام؟ وكي از كوفيشنت. واحدة من المعادلات مير فورمولا. بدنا اياها هاي مير فورمولا. مير شو قال؟ قال اي ال equal constant k وحط له قيمة times es minus ea شباب times 1 plus u 9 over 16 ايش ال u 9؟ ال wind speed تمام. وايش 9؟ at elevation 9 meters. ليش هو اليو 9 بيختلف عن اليو 2 بيختلف عن اليو 5؟ تمام. عشان هيك راح نشوف معادله بعديها كاتب لي يو 2 اللي هو الويند سبيد ات 2 متر تمام. واليو 9 ايش وحداتها؟ مايل بير اور؟ لا كيلومتر بير اور. كيف عرفت؟ هو حكى لك بالضبط. اذا اليو 9 از ذا مونثلي يعني هذه المعادله شو بتعطي؟ رح نرجع لها الحصه الجاي. بس هذه المعادله اذا شو بتعطي؟ بير مانث او المانثلي ريت عمي ولا لا؟ احسنت. ويند فيلوسيتي ان كيلومتر بير اور ات اباوت 9 متر ابوف ذا جراوند. كي ان از ا كوفيشنت وذ ا فاليو اوف 136. شوف خطوره الامبيريكال فورمولز اللي دائما كنا نحكي بالهايدروليكس كمان. قال لك كي ام 0.36 فور لارج ديب ووترز. فور لارج ديب ووترز بنحكي عن بحر بجوز. وقال لك خدها 0.5 فور سمول شالو ووترز. بس ما هي لارج نسبيه وديب نسبيه ولا لا شباب؟ صح. وهدول حكينا عنهم. هذه بجوز من المعادلات اللي راح نستخدمها في حساب ايش؟ الايفابوريشن ريت. بس لاحظ انها فور ايفابوريشن وبالتالي عم نحكي عن ووتر بوديز. بجوز احنا رايحين مش للايفابوريشن ولا للترانسبيريشن. احنا بدنا ايفابو ترانسبيريشن. بدنا التنتين مع بعض. واضح شباب؟ بس هاي من اكثر المعادلات اللي بنستخدمها لحساب الايفابوريشن ريت. ماشي الحال. وبتوقع ما دام عم تعطيني مونثلي فاليوز معناته انا بجوز اتوقع انه هدول القيم كمان يكونوا افريج مونثلي فاليوز. ماشي الحال. يعطيكم العافيه.